ايام بدلت الفاطمه حجتني مع السبت والحد والاثنين كان بابا مشغول واليوم عطل عم بدلها ورا الحريق اخوتي والله العظيم من الحريق طارت لي الفاطمه وبقات يعطيني الحريق وما عرفتش مناش ودابا عطل على الطبيب نشوف مناش وخليكم معايا اخوتي المشاهدين معك الوالد الكريم. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم انا نطلع مريم، راح نطلع عند واحد الطبيب، عاد حل جديد حدانا غادي نوريه لكم ان شاء الله. يلا حل هذه البارح حل البارح الاثنين واليوم الثلاث ان شاء الله غادي نطلع مريم فيه تبدل فيه الفاطمه اول مره ان شاء الله عز وجل، وانتم معنا ان شاء الله يبدلوا لك ان شاء الله، وحنا غادي نشوفوهم ان شاء الله بحول الله وتابعونا ان شاء الله. جينا ولكن ما كاينش هنا الطبيب، مازال ما عطاوناش الطبيب هنا اللي غيبدل لنا الفاصمات. قلت لك واحد اليومين ثلاثة عاد غيدخل داك الطبيب اللي كيبدل الفاصمه، هذا هو الطبيب ديالنا، ها هو عاد حل جديد ولكن طبيب غزال تبارك الله، عاد دخلت له دابا اول مره. ايوا المهم غادي نولي نطلع الطبيب اللي كنت كنطلع عليه، انا نشد الطاكسي عاوتاني نمشي واش غنديرو تمارا هي هادي ما عندك ما دير. المهم انتم الحي اللي حدا داكشي معنا ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا حنا خرجنا من الطبيب، كاين مريم راه عيات لي سخفت لي شي شويه، جات لها شي دوخه خليتها تروح شي شويه، حنا يلاه خرجنا من الطبيب. هذا العمارات لي راه محداه، مريم نوضي نمشيو، نوضي نمشيو. شي دوخة شوية يا نوضة بنتي، نوضي نمشي للطاكسي وانتم معنا ان شاء الله تنوصلو للدار. حنا دزنا للطبيب الاخر ولقينا الساد مافيهش، ديك اللي كيبدل الفاصمة طلعت حتى لها الطبيب هذا، هي اللي جعلنا تعبنا شي شوية. غير بشوية هذا الجامع تبارك الله اللي راه حدانا صوبوا لنا، شوف تبارك الله ما شاء الله واحد الجامع رائع، لكن مازال ما بداش راه غادي الله فيه الاشغال. مريم راه غادا قدامي بشويه، دابا جاي في وسط الحي عندنا هذا المسجد. شوف بزاف تبارك الله كدو قداش، نتمنى ان شاء الله كنا كنتمنى يحلو لنا في هذا العيد هذا، ولكن ما حلوش. هاينا مريم. صباح الخير المتابعين ديالي، كيصبحتو لاباس عليكم، كيصبحتو مع صبعاتكم، كيصبحو وليداتكم، كنتمناكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا في صحة جيدة يا ربي. اليوم السي طيب راه دار لاله مريم للطبيب، وراه جا وقاليت نوجد الفطور ليها ولينا، راه حتى حنايا خوتي راه مازال معينا بلا فطور تاهي هنا، والعرب الله يرضي عليك انت يديها راه مشى مع داك المشاهدين ديال اللي جعلنا الضيف ديالنا اللي جا لعنا داه العوينة يدوش، ولا قالو زيدا عند عمتك خديجة نشوفها راه داه، وراه مازال ما جانيش السي عربة راه هو اللي يدي اليمنى، هو اللي كيصورني ما لقيت لي صورنا خوتي، دابا تيجا السي طيب دا مريم الطبيب وجا راه عاد كيصورني، دابا انا تنقشر البيضات كنتمنى تاكلهم، وراني بحال تاخوتي العصير الباربه ها هو تيجي طيب ما كتشوفو ها هو الله يكثر خير الجيران. كسميتو الباربه والحليب نسيتو والله يستر اخوتي راه ما بقى عقل قسما بالله، هي مريضه ما بقى لا عقل لا والو، انا راني ضغط يكثر خير الجيران ها اللي جاب لها مساكن لابوكا اللي جايب لها الحوت، دابا نشارك معكم الحوت اللي جاب لها الجار ديالنا الله يكثر خيره يخدم في الحوت. الباربه قالت لكم الباربه لابوكا قالت لكم الباربه، وانا بقيت نتحلى على الباربه الباربه شات فم الباربه، وانا بابا خوتي عقل قسما بالله تنحط حاجه هنايا ونبقى نتفتف عليا امين، خطاتني مريم والله القسم الى والو الراس ديالي نمر من المريضه وداك الشيء سيرجيو رجيلة ترى متنفخولها والله العظيم، راه تهي رجليا تنفخو خوتي ما شكيت عليكم قسما بالله العظيم، رجليا تنفخولها مسكين رجليا تنفخو بقاو الوقوف عليهم
راكم كتشوفوا الناس يجي تيجي عندك اخوتي غير اللي تيبغيك. راه جات عندي مرت لوسي يلا حامي. مرت خويا كانت عندي لالا مريم هي والاخ ديالي السي حميد يلا مشاو والضيف ديالنا اللي جا. احنا ما صورناش فيديو معاهم حنايا وما صوروا هما. مرحبا هما راهم صوروا. تيجي عندك اخوتي غير اللي تيبغيك قسما بالله. ومرحبا اللي يجي لعندي كل تحيه كاع لخوتنا المشاهدين ديالنا والحباب جيراننا والاصدقاء اللي مع جنبنا والحي اللي كنسكنوا فيه حتى هما مساكن كي مقصرين معنا وكيدعيو معنا وكلشي الله يكثر خيرهم. شكرا شكرا للمشاهدين ديالنا اينما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن المغاربه الاصول الاحرار وخوتنا الجزائر الاصول الاحرار حتى هما الطيبين وخوتنا السعوديه امارات قطر البحرين تونس ميسر كل الشعوب العربيه تحيه لهم تحيه لهم وعواشركم مبروكه كل عام وانتم ان شاء الله تعيدوا وتعودوا انتم وليداتكم بالصحه وهنا ان شاء الله يا رب. وكما كتشوف انا في جيت ما شاء الله بعد تاع البنيتي صبغات الشفا لخوتي هذيك هي اليد ديال الام اليمنى. كتشوف انا قطعت الباليت جابوا لنا مع السي طيب والمسمن كان عندي تلبس هذيك النهار اللي كان عندي خويا خالد وراه مشى خوتي خلا بلاصتي قداش والله الا ما سخيناش بيه ولفناه والله العظيم اخوتي الا ولفناه مي كان غادي بحال اللي دايلي قلبي معاه قلت له كل سنه معنا قال لك دابا نمشي قال لك ندينا العام نشوف العوينه عين الله ديالكم وراه داي ساري شويه عقبا لكم حتى نتوما تجيو لعندي ونساري دا السونتر فيل سارة شويه دا سارة راه مشى قال لك حتى هو يشري الجبادور اخوتي كي قال هذا تمشي للطابله وعاد شنو درت لك لابوكا قلت له جيت نقول له لابوكا قلت له درت لها الباربه عطريه مازال مسال عطيت حتى شي حاجه تعطيها بلا عطريه خايفه مازال العمليه ما براتلاش. وكما كتشوفوا قلت لكم انا نقول لكم القصه ديال خالد راه شي وحدين تكتبوا لنا في الكومونتيرات جاي خطاب مريم هو مسكين الله يجازيه بخير جا غيطل عليها مريم تشوفوا حالته شوفوا حالته هلا عطاها شي مسلمه خوتي مريم عيانه مريم في الخطبه مريم راه عيانه مسكينه حالتها عاجبه ما ضرها مسكينه ما ضرها والعمليه ديالها في الكتف وفي الكرش تقولوا لها الخطبه الله يهديكم الله يهديكم على نفوسكم اخوتي داك الولد مسكين جاي يطلع عليها الله يجازيه بخير والله يجازيكم بخير حتى نتوما راكم تتفكروا تتسولوا فيها الله يسول فيكم الخير ويجعلها لكم في الميزان المقبول. وخالد مسكين راه خاطب راه خاطب سيدي سليمان عاد كيخطب مسكين راه عاد يكمل دابا يضرب راه تيجمعوا الوراق ديالو باش يضرب الكاغير ان شاء الله يا ربي. دابا تشوفوا على عينكم تا هو دابا مشينا معاه وبيا راني نصور لكم ان شاء الله يا ربي. اما مريم مسكينه راه في حالها ومازال صغيره مريم على الجواج ومريم دابا مريضه وان شاء الله نهار اللي خطبت مريم راه قلت لكم نبدا معكم من الاول حتى للتالي ورانا نعرض على خوتي المشاهدين كاملين في الحنه ديالها بلا ما ندير بلا بكم حتى شي حاجه. راه مريم تتخيط وتتفصل ايوا ان شاء الله تبري ان شاء الله وتكبري ان شاء الله مازال تاين ما عنديش تدير واحد 24 عام ونجوج ان شاء الله يا ربي. دابا ما عنديش واش بنتي كاع باقا صغيره ومريضه وان شاء الله راني تنقول لكم تنقول لكم خطبت مريم راه على نتوما اللي تعطيوها ما نعطيهاش انا نتوما هما العائله ديالها نتوما هما المهمات ديالها ومريم عزيزه عليكم نتوما عزاز عليها وهلا خطيكم علينا العزاز الغاليين بلا بكم ما سوى والو قسما بالله. ومريم راه كيما كتشوفوا دابا عيانه وهذوك الكومنتار من سوسيف قراها خوها تنقول ما تقراش قدامها داك الانسان مسكين جا غير يطلع عليها الله يكثر خيره والله يخلف عليه والله يجازيه بخير وراه مشى للعروبيه وراه حنا والله ما سخينا به لا خوات علينا الدار. ومرحبا بكم حتى نتوما تجيو ودا حتى العربي ما دابا فيما مشى داير العربي ما كت والعربه خوتي العربي ولا كيسال ديالي اللومنه العربي عمي كيصورني وقف معايا دابا مي طايحه لالا مريم وقف معايا تسخر معايا يمد معايا قرب معايا الله يرضي عليه وانا مفرشه الرضا مغطيه برضا انا عيطت قال لي ما غاديش وليداتي كاملين مفرشه لهم ولكن بحال العربي دابا مسكين دابا ولفته دابا مريم
حط السقالة ديالي والعربي هو اللي معايا مسكين، حطت سويرت، حطت سويرت دابا وتنطلب لها غير الشفاء وتزعيو معايا حتى هي باش طبعا يشافيها طبعا ديال ان شاء الله الله. وتوقف ان شاء الله ودي لكم الفيديوهات، راكم قال هذا راكم عائلتنا وحبابنا وكل شيء فيكم اخوتي هلا خطيكم عليا. ودابا ان شاء الله نعطي لنا مريم تفطر وانتم يا نوض تاكلوا المهم نوض نوض. لا ربيعة مشات عند امها مريضة مسكينة. لا هي تتعيط تتعيط تحت ثانية مزدودة عليها نمشي نحل عليها. نعم.